لعبة عظيمة، احنا حاطين الحمد لله يعني مصر موفقة فيها من اجيال لاجيال، لكن احنا نقدر كمان نحط نفسنا على المستوى الاحترافي بشكل كبير جدا، فيا رب ان نقدر نعمل ده وجيلنا كله يعمل بالشكل ده. طب يا كابتن، مين اللي ممكن يقدر يلعب كمال اجسام؟ يعني اي حد ممكن يبقى بطل؟ عشان كده احنا ما بنتكلمش على لعبه كمال اجسام، فكل رياضه يعني ربنا عامه. برضو خلينا نرجع بس خطوه لورا، مصر عندها ربنا حباها يعني، والموضوع ده ليه علاقه بتعدد الاعراق اللي حصل في مصر. احنا عندنا امكانيات في اللعبات الفرديه واللعبات اللي بتعتمد على القوه البدنيه ان احنا نحط فيها مكان كبير، لان ربنا عطانا ده. لكن لازم الواحد يشوف ايه اللي يناسب، يعني مش كل الناس تبقى تقدر تلعب. فاحنا قلنا حاجتين نقدر نشوف بيهم لاعبين كمال اجسام، يا اما عيون الخبره تقدر تختار، يا اما اللاعب يكون يدي لنفسه فرصه يجرب حياته في لعبه زي اللعبه الفرديه.